الاخوان المسلمين قبل كده ضحكوا على الناس في الاستفتاء والجماعه السلفيين. الاخوان المسلمين دايما بيوعدوا وعود وبعدين بيخلوا بيها او بيبقوا ليهم حسبه معينه وبعدين بيعيدوا الحسبه ديت علشان هم ما بيفكروش سياسيا صح وطماعين. لا مش هنتخبهم تاني، مش هنتخب حد تاني، حقنا ما شفناش حاجه. وبعدين هم هينتخبوا رئيس جمهوريه دلوقتي، فين الدستور؟ نفهم رئيس الجمهوريه يجي يعمل ايه؟ هيشتغل ازاي؟ صلاحياته هتبقى ازاي؟ مش على الدستور؟ مفيش دستور. اي حد ممكن يرشح نفسه، اهم حاجه النظام اللي هيتعمل. المفروض في الاول كل يعني اللي عايز ينزل ينزل، بعد كده يعرضوا برامجهم على الشعب، بعد كده يبداوا يبقى في مناظرات ما بينهم، بعد كده لما نيجي الناس تنزل تنتخب مش كل الناس تنزل تنتخب مره واحده، يبقى في مثلا اول حاجه المفكرين السياسيين ودكاتره الجامعات ورجال الاعمال، دول عشان احنا عندنا نسبه جهل كبيره في البلد، دول اللي يقدروا يوجهوا الناس مين اللي ينفع يبقى في المكان ده. الثوره مستمره بدليل ان احنا لسه عايشين ولسه موجودين ومكملين، ولسه عندنا حق ان احنا ننزل ونعترض، ولسه عندنا حق ان احنا ننزل نقول لا. انا اولا لو ربح اخواني اعتقد ان هننزل التحرير تاني، اعتقد كده هننزل التحرير تاني. اما شوفي في مصر لو استقر لا هشوف مصر غير اللي احنا فيها. في هيقول لك المسيحيين، هيقول لك الخمار، وهيقول لك اكيد هم دلوقتي بيقولوا لا مش هنقول، هم منقلبين على بعضهم دلوقتي. اهلا بكم من جديد في هذا الجزء من المقابله مع المهندس خيرت شاطر مرشح الاخوان المسلمين للرئاسه، وطبعا هو نائب العام، نائب المرشد العام للجماعه. اهلا بك سيد شاطر. اليوم خلاف هيدول المجموعه، قلتهم ما صغر، مجموعه صغيره، تتكلمون عن المشاركه، الشباب اليوم، شباب الثوره، الشباب العلماني، مش ابدا يعني غير راضيين ابدا عن وصولكم لا للمجلس التشريعي رغم انهم يحترموا الانتخابات، غير واصلين على سعيدين بترشحكم للرئاسه، ويقولون انتم كنتم اول من يعني اخر من جئتم على قطار الثوره واول من خرج منه. سمعان كل هي القصص، هذا الكلام غير صحيح. ونحن مشاركون في الثوره من اللحظه الاولى. اليوم وعد شخصيا زوجتي وبناتي واولادي كانوا من اللحظه الاولى موجودين في ميدان التحرير ده، ورغم ان انا كنت موجود في السجن من اللحظه الاولى قبل كثير من هؤلاء الشباب الذين يتحدثون. الامر الثاني والمهم، اعتقد ان انت والمشاهدين جميعا يعلمون ان الوصول لتوافق مطلق بنسبه 100% صح. امر ليس سهلا. فالعبره في الاخر بالاغلبيه، العبره في الاخر باختيار الشعب. هم لهم راي في تصرفنا واحنا لنا راي ثاني، هم لهم برنامج او تصور واحنا لنا برنامج. بس هن لم يشعروا بدعمكم لهم حتى بعد وصولكم، يعني اختار الشعب، يعني مثلا بيقولوا لك هناك الكثير من النشطاء السياسيين العلمانيين الليبراليين سميهم مثل ما انت عايز دافعوا عن الاخوان المسلمين رغم انهم ليسوا منها عندما كنتم تجنون وانت لك باع طويل في القصه، منهم ناشد احمد دوما اطلق من 4 أشهر ولا دافعتم عنه؟ لا نحن ندافع، ونحن ندافع بطريقه موضوعيه. كيف يعني؟ والدليل على ذلك اننا في البرلمان قدمنا وساهمنا مع اخرين في تقديم مشروعين قانون، واحد فيهم انتهى تقريبا بالامس، اللي هو عدم حق الاجهزه المختلفه في الدوله باحاله المدنيين ومحاكمتهم امام محاكمه عسكريه، وفي مشروع قانون اخر باسقاط كل الاحكام والعفو عن كل الناس اللي تم محاكمتهم في اي وقت من الاوقات. بس في شعور بانشغالكم لوصول للوصول الى السلطه وتركتوا القاعده. غير صحيح بالمره. احنا بننزل للشارع للضغط على الاطراف المختلفه عندما يكون هذا ضروريا. وهو الحل المناسب والرئيسي. لو في الامر لا يستحق او مش داخل في الاولويات الرئيسيه للثوره، بيبقى لنا وجهه نظر مختلفه.